Oh, we are live. Well, السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم موضوعنا وأصدقائنا طبعا من سلسلة حلقات قناة جسور حول بمناسبة مرور 500 عام على الإصلاح الديني في أوروبا. عملنا هذه الأسبوعين الماضيين حملة وناشطين في هذا المجال، وسنناقش إمكانية إصلاح الإسلام أو إعادة تكرار التجربة مع الإسلام. معانا طبعا مفكرنا المفضل الرائع كريم العبيدي، فأهلا وسهلا بك يا أخ كريم العبيدي. أهلا وسهلا بك. أهلا سهل أخ سهل. أهلا وسهلا. وكان معانا أحمد سامي، لكن بقدرة قادر اختفى أحمد واختفت الإنترنت بتاعته وكل شراح، فلا أعرف ماذا حصل. anyway. يمكن خطفته الملائكة. الملائكة ماذا؟ يمكن الملائكة خطفته. يعني ممكن أوكي، هو ممكن يكون يعني الآن مع الملائكة، ممكن يكون مع الحوريات، who knows. لا نعرف. اختفى أحمد، كان الصوت ولا الصوت مش مسموع، وبعدين اختفى بالمرة. سو الحوار راح يكون مع كريم، ونرحب بكل شخص يحب يدخل معنا. سأضع الرابط هنا، تحبون تظهرون صوت أو صوت وصورة أو مجرد أسئلة. عاوزين الحوار يكون غني بالأفكار. طبعاً تعرفون أحد الناس المؤثرين بي هو كريم العبيدي. الحلقة كمان على قناة الحبيب أحمد حرقان المباشر، إذا تحبون يكون الرابط موجود تحت في الوصف تحت الفيديو، إذا تحبون تشاركونا هنا. anyway، كريم، أنت كنت متفق مع أحمد أنه في إمكانية لإصلاح الإسلام. طبعاً أنا 50% معك و 50% ضدك. الضد لأنه أنا دائماً أحب أفكارك، فأحب أسمع من عندك. كيف تؤمن بأنه في إمكانية إصلاح الإسلام وأنت لا تعترف حتى بوجود خالق أو إله أو أي شيء من هذا القبيل؟ أهلا وسهلا أخ سال، ومعناتها أتشرف معناتها في القناة متاعك دائما. يعني حقيقة الميزة اللي تخليني آتي دائما لقناتك بدون تردد في أي وقت، يعني تطلبني نكون تحت الأمر، إن في القناة متاعك أتكلم بكل حرية. هذه ميزة جدا مهمة. وسام شرف يا حبيبي، وسام شرف. احنا يعني محتاجين لتنوع أفكار. أي فكر يعني يكون موجه هو فكر خاطئ، لأن احنا مختلفين. احنا يعني محتاجين هناك، لأن احنا مختلفين وشعوبنا مختلفة، لازم نعطيه الفرصة لكل الناس انها تتبنى الأفكار. اهم شيء هو التعايش. هنا حبيت نذكر نقطة اولى معناتها فيما يخص مسألة إصلاح الإسلام قبل ما نجاوبك على السؤال متاعك، أو ثلاثة نقاط بصفة عامة حول الحوار اللي وقع بيني وبينك وقتها كان الأستاذ سامي ذيب. أول نقطة، دائما يقال إن الإسلام لا يصلح، ويضربون معناتها مثل الآلة، يعني الآلة عندما تخرب أو تفسد يعني يجب أن نرميها، لا يمكن إصلاحها. وهما ينسون إن الإسلام هو فكر وإيديولوجية مثل أي فكر آخر، مثل اليهودية، مثل المسيحية، مثل أي إيديولوجية أخرى. إذن لا يمكن أن نعتمد على شيء مادي أو آلة لكي نشبهها بالإسلام ونقول الإسلام لا يصلح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة، احنا كلادينيين أو كملحدين أو كربوبيين أو أو كأديان أخرى، شنو مشكلتنا مع الإسلام؟ هل مشكلتنا مع المسلم لأنه مسلم، أو مشكلتنا مع المسلم لأنه لا يتقبلنا ولا يمكن أن نتعايش معه؟ لو كان عندنا عداوة شخصية مع المسلم، مع دينه لأنه مسلم، هذا شيء آخر. ولهذا أنا أفهم وأتفهم يعني رشيد عندما يقول لك لا يمكن إصلاح الإسلام، لأنه هو في الحقيقة لا يريد المسلمين أن يخرجون من الإسلام
إلا لكي معناتها ينتهي الإسلام، لأن بالدليل وبالتاريخ الإسلام هو نسخة مطابقة للأصل في جميع معناتها في كثير من الجوانب نتاعو مع المسيحية، وكان المنافس لها الشرس عبر التاريخ، وتعرف الحروب الصليبية وغيرها وغيرها وغيرها. إذن هوني هل هناك مسألة، أنا وقت نجي نناقش مسألة إصلاح الإسلام، هل أنا كملحد أو كلاديني أو أي شيء آخر، هل أريد أن أتعايش مع الإنسان المسلم أم لي عداوة شخصية مع الأيديولوجية؟ لهذا أنا معناتها في المقابلة الأخيرة يعني قلت لك أنا معناتها أتفهم يعني رشيد، وهي وجهة نظره، وأنا أحترم رشيد وأحترم حامد وأحترم وفاء سلطان، وما عنديش عداوة شخصية. عندما نتكلم نتكلم على الأفكار، ما عنديش حتى مشكلة مع الأشخاص. كريم عفوا، الكثير أساءوا فهمك أعتقد ذيك المرة لما ذكرت دكتور وفاء والدكتور حامد عبد الصمد والأخ رشيد، كانوا مركزين على كلمة خيانة، وأعتقد ما أعتقد كانت في الوقت الكلمة الصحيحة. أحب توضح موقفك من هؤلاء، أنا صراحة أعتبرهم عمالقة من عمالقة التنوير، فممكن توضح موقفك من أفكارهم منهم شخصيا whatever you think يعني. أوكي، خليني نوضح فكرتي. ساعة، أولا كلمة خيانة لم أنت تقول يعني لم تكن في محلها، بالعكس أنا أعتبرها في محلها. عفوا أنت وضحت، أنا معاك، أنا قصدي للجمهور. أي نعم صديقي، نعرف. أما أول شيء، ما معنى الخيانة؟ الخيانة هو الولاء لغير ما تنتمي إليه. يعني أنا يمكن نكون في هولندا هوني وأندمج مع المجتمع الهولندي وأصبح هولندي وأرفع العلم الهولندي وأدافع على هولندا، لا أعتبر خائن، هذا خياري، لا أعتبر خائن، لأني لا أعتبر خائن لوطني، لا. ولكن يعني عندما أنا أعيش في هولندا وأتبنى الهوية الهولندية وأخدم مصالح أشخاص أخرين، وقتا نسمى خاين. يعني في الحقيقة كلنا، يعني في الحقيقة كلنا عندنا خيار الانتماء. احنا نعرف سال ان شعوبنا عندها مشكلة كبيرة من الأجنبي، يعني اي شيء يأتي من الأجنبي ما نحبوش، وهذه حقيقة وواقع. يعني الإصلاح، يعني عندما نسمع، أنا شخصياً أنا نسمع لكل الإخوة، لكن عندما نسمع إنسان يعني مغربي رشيد اللي هو مسيحي يقول لي بالزز عليكم تخرجوا من الإسلام، سامحني أنا لا أقبلها كمنتمي لهذا الوطن. إصلاح الإسلام لازم أن يكون من الداخل. عمرك شي شفت في عهد إصلاح المسيحية يجي واحد يخرج مسيحي أو مثلاً مصلح للمسيحية ويعتمد على الإمبراطورية العثمانية ويقول لهم، ويمشي الإمبراطورية العثمانية ويحكم الإمبراطورية العثمانية ويقول للمسيح لازمكم تصلحوا المسيحية؟ هذه هي المشكلة. أنا عندما نقول خيانة ليس بمفهوم الخيانة، لا، هي بمفهوم الانتماء لعقلية أخرى. إذن أنا بالنسبة لي رشيد أفهم الموقف نتاعو، لأن معناتها عنده موقف غربي اتجاه العالم الإسلامي. ولكن حقيقة لم أفهم حامد عبد الصمد اللي يحترمه كثير، ولم أفهم وفاء سلطان في النقطة هذه فقط. أنا عندما أتكلم نقولش لي وفاء سلطان خائنة فيك، لا، في النقطة هذه، يعني عدم قبول إصلاح الإسلام لماذا؟ هذه نقطة جدا مهمة نظن واضحة سام. إذن ما عنديش، أنا ما عندي حتى مشكلة مع أي إنسان كشخص، وأحترم كل رجال التنوير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن نقولها بكل صراحة، أنا شخصياً أميل لمن يصلح من الداخل وما يبزز وما يجبر حد معنتها للمسألة. إذن نرجع للسؤال متاعك، قلت لي يعني إصلاح الإسلام، السؤال متاعك نجم تعيد لي السؤال متاعك من فضلك؟ عفوا قطع صوتك في اللحظات. باي ذا واي، في على الكلمه اللي تذكرها الان في مداخل من الاخت نمياء، ما علاقه الاسلام بالوطن يا كريم؟ ما علاقه الاسلام بالوطن؟
مشان في نفس النقطة اللي تتكلم عنها، تكلمت عنها قبل لحظات. اسمع، انتم ما تعرفوا اللي اوروبا رغم اللي هي علمانية ومعنتها وعندها معنتها تطور وحضارة، وانا احترم يعني التطور متاعها والحضارة واللي قدمته للإنسانية، فهي تعود الى خلفية مسيحية يهودية، متفق معي؟ يعني الخلفية حتى الدول مثلا تشوف بلجيكا قامت على اساس المذهب الكاثوليكي اللي كان يجمع البلجيكيين او سويسرا او غيرها. اذا هذه الخلفية داخل المعتقد في المجتمعات عنده أهمية. يعني أوروبا 2000 سنة وهي متأثرة بالفكر ما يسمى المسيحي. صحيح المسيحية لم يعد لها تأثير الآن في أوروبا، ولكن تبقى الخلفية. أنت مثلا عندما يشوفك أي إنسان يقول لك ملحد من خلفية إسلامية، صحيح أم لا؟ مباشرة يقول لك ملحد من خلفية إسلامية، هذيك في الذهنة، في الذهن متاعنا، رغم اللي فما مسيح، عندنا مسيح وعندنا يهود، ولكن شنو علاقة الدين بصفة عامة بالوطن؟ الدين هو له تأثير بسيكولوجي وعقلاني على الطبيعة متاعنا، ما هوش سهل باش نتخلصوا منه، ما هوش سهل. يبقى ديما احنا ولو ملحدين مازلنا نعانيه من العقلية الإسلامية. كما قلت لك المشكلة ما هيش في المشكلة في العقلية، تجد مثلا العقلية الإسلامية احنا لازمنا منش نحاربوا الإسلام كدين بحد ذاته، نحاربوا العقلية الخايبة اللي موجودة في الإسلام، اللي هي تلقاها عند الملحد وتلقاها عند المسيحي وتلقاها عند اليهودي اللي من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. مثلا عدم قبول الآخر، الإسلام لا يقبل الآخر، يقسم العالم مسلمين وكفار. تلقاها الملحد نفس الشيء، يقسم نفس التقسيم، احنا ملحدين والآخرين أعداء. هذه الفكرة هي اللي احنا نحاربها، هي عدم قبول الآخر، سواء كانت في المسلم، سواء كانت في المسيحي، سواء كانت في اليهودي، سواء كانت في الملحد. اذا هذه الفكرة من فين جبناها احنا؟ جبناها من الإسلام. هذه هي الفكرة اللي نحاربها. قصدك يا كريم يعني الملحد من خلفية إسلامية يكون متطرف في فكرة ايضا، متأثر بالفكر، مش كلهم، اما مازال فيهم التواجد هذا بتاع الكره للآخر، ما يقبلش الآخر. هذه هي المشكلة، هذه العقلية. طيب مثلا مسلم يقبلني، شنو مشكلة معاه؟ هل أنا عدوي الإسلام أم عدوي عدم قبولي؟ تمام. لحظة خلينا نرحب بالأحمدين حرقان، أهلا وسهلا، دائما الشرف حبيبي، وشكرا على رد الدعوة ووجودك معنا. وخلينا نشوف صوت أحمد. أحمد احنا طبعا اخذنا غيبتك، قلنا الملائكه اخذوا لي الحوريات، يعني خلينا نسمع صوتك موجود ولا لا. تحياتي للجميع، هل الصوت واضح؟ جدا واضح جدا. اوكي سو قلنا هاي الحلقه الرئيسيه من شخصين متفقين على امكانيه اصلاح الاسلام. خلي اشوف احمد حرقان هل يؤمن باصلاح الاسلام، ونرجع لاحمد سامي. حرقان، هل تؤمن بإصلاح الإسلام، إمكانية إصلاح الإسلام، أي شيء تصليح ولو العجلات فقط؟ تحياتي سيد، وانت عارف ان انا مش اؤمن بإصلاح الإسلام ولا إصلاح اي دين، ما عنديش وقت نضيع مع الإصلاح، خلاص بقى. يعني كان زمان الناس لسه يعني متمسكة بالدين تمسك كبير، لان كان العلوم لسه ما اتطورتش بالشكل ده، وبقى وفي اجوبه كتير ما الناس بتفتقدها وحياه صعبه. دلوقتي العلم بيجاوب على كتير جدا من الاسئله، والمفروض ان احنا بلغنا مرحله الرشد، يعني ما فيش بقى وقت نضيعه في اصلاح، اسمح لي اقول اصلاح الخرده دي. يعني خلاص احنا نرمي الخرده دي خالص، ونجيب حاجات جديده بقى، ولو كره الربوبيون. مع سير الحلقه سنعرف لماذا، يعني ليه ما في اي مجال في رايك لاصلاح الاسلام. صديقنا المسلم الوحيد الموجود معنا احمد سامي، اهلا وسهلا لك الحبيب احمد. انت وكريم متفقين على في امكانيه اصلاح الاسلام، خلينا نسمع وجهه نظرك رجال. تحياتي للجميع، تحياتي ليك صديقي وأخي سال، وصديقي وأخي أحمد حرقان،
وطبعا الرائع الجميل اللي تعرفت عنه قريب عليه قريب وفخور بيه بصراحه يعني صديقي كريم العبيدي. وطبعا تحياتي لكل الناس اللي موجودين على البث. خليني النهارده اتكلم لان الموضوع النهارده جاي في وقته جدا على فكره. لسه كنت من الصبح بحاول اعلق على لقاء عمله امبارح عماد اديب، وهو يعتبر يعني رائد الاعلاميين عندنا في مصر من زمن بعيد جدا، اخو عمرو اديب اللي اكيد الناس كلها عارفاه. حاول لقاء عمله مع واحد من الارهابيين اللي قدر ان نقبض عليهم في حادثه الواحد. اللقاء ده كاشف للفكر المتعفن اللي موجود داخل الناس الذين يعتبروا او يحسبوا على النخبه في مصر. قبل ما هبدا بس اتكلم وعلق على اللقاء ده، خلينا اقول ان انا متفق مع صديقي كريم العبيدي في كلامه اللي قاله قبل كده معاك على موضوع اصلاح الاسلام. انا رايي واضح زي ما قلت لك قبل كده يا سال، انا لست ارى ان الاسلام يحتاج الى اصلاح، ولا حتى الخطاب الديني اللي بيتكلموا عليه في مصر عندنا محتاج لاصلاح. حقيقه احنا محتاجين اصلاح الفكر نفسه، محتاجين اصلاح البني ادمين، محتاجين خطاب تاني موازي للخطاب الديني اللي موجود. انت معنى انك انت تصلح الخطاب الديني معناه انك انت تروح للناس تقول لهم غصب عنكم ما تعملوش كده، غصب عنك اوعى تطلع تقول ان في حاجه اسمها حد رده في الاسلام، غصب عنك اوعى تطلع تقول ان في رجم في الاسلام. وهذا اسلوب خاطئ. الموضوع ان انا بدل ما اجبر الناس ان هم يعني يقولوا حاجه معينه اجبرتهم ان هم يقولوا حاجه تانية، بدل ما أجبر الناس إن هم يفكروا في اتجاه معين أجبرتهم إن هم يفكروا في اتجاه تاني، وكده أنا حليت الغلط بغلط تاني. صفر زائد صفر عمره ما بيساوي واحد يا أستاذ سال، ولا مهما جمعت أصفار. الصح إن أنا أجي للناس اللي بيقولوا حد الردة موجود وإن في مش عارفه والكافر يقتل ومش عارفه والكلام ده، أقول له طب قشطة ماشي، مش أنت بتقول إن حد الردة موجود وإن الكافر بيتقتل وإن في رجم وإن في كذا وإن في كذا، قشطة خليك بقى زي ما أنت كده على وضعك يا برنس. طلع بقى بقية الناس اللي بيقولوا ان الكلام ده غلط، وتعالى حضرتك قول كلامك، وتعالى يا فلان قول كلامك، وما تديش سلطة قانونية لواحد على التاني. سيب كل واحد ياخد المنابر اللي هو عايزها ويتكلم بالطريقة اللي هو عايزها، وديله حماية من الملاحقة القانونية وحماية من الضغوط الشعبية سواء المباشرة او الواضحة والصريحة والرسمية او غير الرسمية، وانت فاهمني كويس اقصد ايه بالرسمية وغير الرسمية. بالطريقه دي هتعرض للناس كل البضاعه، ادي يا سيدي البضاعه المعفنه اللي انا كنت بجبرك عليها ليل نهار، هي دي الطماطم المفعصه اللي موجوده، مفيش طماطم تانية غيرها، واخد بالك؟ ووري له حاجات تانية، واسيب الناس بفطرتها البشريه السويه هي اللي تقرر الصح من الغلط. يتوازى ده مع اصلاح في التعليم واصلاح في المؤسسه الاعلاميه وفتح الكل المنابر وعدم خنق المجال العام لاي اغراض، سواء كانت سياسيه سواء كانت مجتمعيه سواء كانت فلوس ماديه سواء كانت محاباه لدول اخرى مجاوره بتصر على هذا الفكر العفن وانا مش عايز اخسرها ومش عايز اطلع اصوات تزعلها، واخد بالك؟ الى اخر ذلك من المواضيع. لو قدرت ان انا احقق كل الكلام ده مستر سال، ساعتها يتحقق عندي ما تسميه انت بالاصلاح الديني. شكرا. احمد بس عفوا، احنا دائما نكيب نترك على ميوت، بس المداخلات ستكون فيما بينكم، ارفع الميوت وادخل اذا في اي نقطه تحب تثيرها. احمد حرقان كان عندك تعليق على عندي تعليق، وبيقول لك الاصلاح الفكري، يعني اصلاح الفكره فكر الناس، وبالتالي هم هيفهموا لوحدهم الاسلام بشكل سريع. دلوقتي الدين نفسه هو اللي بيساهم في تشكيل هذا الفكر، يعني والناس تعودت ان هي الدين ده افضل مصدر للمعرفه لانه كلام من فوق عند الله، وعندهم حق بصراحه، طالما في اله عليم خبير ويجيب الاخر، احنا ايه نروح هنا ونروح هنا ونتعب نفسنا؟ ما الاله يجيب لنا الموضوع ويحل لنا مشكله من اولها لاخرها وخلاص. فهنصلح ازاي بقى الفكر والدين نفسه والنصوص نفسها الاسلاميه نفسها بتخلي بتربك الفكر ما بتشجعش اصلا على الفكر ولا على العقليه النقديه ولا بتشجع على الشك ولا بتشجع على الشك. افي الله شك فطر السماوات والارض، اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك. ف احنا يعني بطريقه احمد سامي احنا كده يعني ايه بنرص كلام حلو وجميل ومنمق وبنخلع من مواجهه هذا الدين ومواجهه
الرجعية اللي فيه والخيبة والنيبة اللي فيها اللي فيه، ونروح للكلام الجميل ده احمد سامي، نقعد نقول نستطعم نقول الله والمجتمع زي ما هو والدنيا مش هتتغير، يعني هيفضل المجتمع غرقان في الخارة يعني. كويس، اسمح لي احمد، معلش انا اسف يا شيخ سهل ان انا سطيت على الموضوع. اتفضل اتفضل اللي بليز ارفع ميوت وتكلم. اتفضل يا كريم، اتفضل. اوكي الصوت موجود الان؟ نعم صديقي، نعم الصوت موجود. اول شيء اهلا وسهلا مره ثانيه سهل، اهلا وسهلا حرقان، واهلا وسهلا الاخ احمد. الكلام اللي قاله الاخ احمد انا متفق معاه، ونزيد حاجه اخرى معاها، هي مساله الحريه الفكريه وفتح المنابر للنقاش ليس للمسلمين فقط، بل حتى للديانات الاخرى والمعتقدات الاخرى مثل الملحدين والربوبيين واللا ادريين. هذا ما يسمى التنوع الفكري، وتترك الإنسان هو الذي يختار التوجه متاعه. لأن المشكلة متاعنا شنية احنا بالضبط؟ المشكلة متاعنا ان درجة الوعي اللي وصلت لها الشعوب متاعنا هي درجة وعي نجم نقوله مرتفعة، مع نص جامد تروج له وسائل الإعلام والمنابر الدينية. يعني هناك تعارض. أي إنسان مسلم الآن، أي إنسان مسلم تقول له على حد معناتها الرجم ما يقبلوش في الداخل متاعه، أو الاستعباد ما عادش يقبلوا من الداخل متاعه، رغم أنه موجود نص حتى ضرب المرأة كثير منهم ما عادش يقبلوا. إذن الحرية الفكرية هي المشكلة. احنا في المجتمعات متاعنا ما عندناش حرية فكرية، عندنا توجه واحد يقول لك الدين هذاك ما يتمسش، الدين يقول هكا، معناتها يقول هذاك الشيء إذن لا نقاش فيه، معناتها ما يسمى ازدراء الأديان، وانت تعديت على الإسلام وانت تعديت على كل شيء. إذن وتنتكلموا على إصلاح الإسلام، كما قلت لك سيل في أول لقاء، الإسلام ليس آلة باش نقول أنا نصلحها ولا ما نصلحهاش. الإسلام هو فكر، والفكر أين موجود؟ موجود في عقلية المسلم، في عقلية المسلم. إذن هو كما قال الأخ أحمد، هو إصلاح العقلية اتجاه النص الجامل. هذا هو الإصلاح الذي يجب أن يكون، وليس إصلاح الإسلام باش نجي أنا ننحي القرآن ولا ننحي ما موجود معناتها في النصوص. لا، النصوص تبقى كما هي، ولكن طريقة فهمنا وحصرها في إطار زمني هو اللي يتغير، مثل اليهودية الآن. هذه هي وجهة نظري. هل هذا يعني أن فتح الحريات وحرية التعبير وحرية طرح الآراء والفضائيات في العالم العربي والإسلامي مثل ما نتمتع به هنا في الغرب الكافر مثلا؟ بالفعل. أرقان وأحمد، الموضوع كله لكم، يعني تفضلوا، عايزين نسمع آراءكم. طيب خليني أديك مثال على اللي أنا بقوله سهل، يعني إيه معنى أن أنا أصلح الفكرة نفسها. على فكرة أنا أحب يعني فكرتك رائعة جدا، ويا ريت عندنا كمان 1% المسلمين يفكرون في طريقتك. يعني ولا حاجة. بس يلا تسمع. اسمع بس، مزوقه كده وبتاع ومرصوصه حلو وكلام من دوت وخلاص. طب خلينا نسمع دي. ده امبارح عماد اديب جاب واحد من الارهابيين اللي هم مسكوهم وبيتناقش معاه، وعشان يثبت له بقى يقول له ان انت غلطان وان اللي انت فيه ده مش صح ومش عارف ايه. بص بقى هو قال ايه، اسمع بقى. عارف للحظه لما تيجي تنام بالليل ضميرك ما بيأنبكش انك تكون قتلت واحد من بلدك من دينك؟ هي هو اللي كان يتكلم عن بلدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أعمامه، أسلوك الكفار يا رجل. بالضبط، كانوا يشركوا مع. سمعتوا الكلام ده؟ الفيديو كان واضح؟ حد سمع؟ كويس. الرجل بيقول له انت ما ضميرك ما بيأنبكش انك انت قتلت الناس وقتلت اهلك وبلدك ومش عارف ايه؟ قال له لما هو الرسول قتل عمامه، تمام. فالتاني يقول له ايه، بس دول كانوا كفار. هو ما عندوش مشكله في ان هو ان احنا نقتل الكفار. عماد اديب اللي هو المفروض ان هو مش ارهابي، ما عندوش مشكله. مش بدل ما يقول له مثلا طب قول لي مين عمام النبي اللي النبي قتلهم دول،
وقول لي معلش هل النبي راح قتل على الهوية ولا لا؟ استنى بس استنى بس احرق بس بس كمل بس كلامي لو سمحت. مين عمام النبي اللي النبي قتلهم دول؟ وهل هم كفار؟ وهل المفروض ان انا عشان هم كفار ان انا اقتلهم؟ وهل هو قتلهم عشان هم فعلا كفار بس؟ لا، هو قال له بس دول كانوا كفار. وبعد كده في الاسترسال في الحوار عماد اديب ما عندوش مشكله ان الراجل ده يقتل الناس عشان كفار، هو مشكلته في ان مين اللي يقول ان هم كفار. اسمع 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 عشان الكلام ده مهم. لا بالظبط بالظبط، انت عايش في حي السلام في درنا في ليبيا، الحي بتاعك فيه مشاكل، درنا فيها مشاكل، ليبيا فيها مشاكل، تقوم تفكر انك انت عايز تروح دوله اخرى عشان تحارب فيها قبل ما تحل مشكلتك في الحي والمدينه والدوله؟ ما عندوش مشكله ان هو يروح يقتل في ليبيا عشان هم كانوا كفار وبتاع، وهو مقتنع ان هم ان هو عنده مشاكل مع الناس اللي موجودين في اهل ليبيا، هو ما عندوش مشكله في ده، هو عنده مشكله ان هو يجي يوم قتل الناس اللي موجودين في مصر. اسمع يعني عبد الرحيم، انت معتقد انك كنت تمتلك من العلم والمعرفه ما يؤهلك انك انت تاخد قرار بانك تحمل سلاح وتقاتل سواء جوه بلدك او خارج بلدك؟ ما عندوش مشكله ان هو يحمل سلاح ويقاتل داخل بلده او خارج بلده، هو مشكلته بس ان هو يكون عنده العلم الكافي. انت لو عندك العلم الكافي يا سيدي واقتنعت بالعلم اللي عندك ده، روح يا عم واقتل اللي انت عايز تقتله. انت يا عم لو عندك العلم الكافي اللي يقول لك ان احمد حرقان دوت كافر، يبقى من حقك يا عم انك انت تروح تقتله. هذا دي طريقه تفكير الناس اللي عندنا جوه مصر المتحضرين، النخبه اللي فاهمين، اللي مش ارهابيين، اللي مش متطرفين، اللي مش وحشين. ده تفكير الناس. التفكير ده جابوه منين؟ القران يا احمد، من الاسلام، من القران نفسه بشكل مباشر. يبقى يا احمد ملايين زيهم. ملايين زيهم مين يا سيدي؟ عماد اديب ده هل هو راجل مطلع على القران؟ ده بيقرا الايات غلط. اسمع الحوار كله هبحطه لكم في البتاع، الايات بيقراها غلط. مش لازم يطلع بشكل مباشر يا احمد، القران هو اللي عمل الوعي ده عند الناس كلها. بص هو خلق أنا الوعي ده، هو اللي وجه الناس كلها توجيه ده ببساطه. عماد اديب يا احمد زي انا من 15 20 سنه او يمكن من قبل كده، او زيك انت حتى من قبل ما تبقى سلفي، او زي كل الناس اهالينا اللي موجودين في البيوت، علمهم عن الاسلام بياخدوه من القنوات الحكوميه بتاعه الازهر، بياخدوه من المساجد، وكل ده منبعه الوحيد حته واحده بس في مصر. مين اللي اسس لده؟ مين اللي اسس ان الاسلام هو ما امليه انا عليك؟ القرآن يا سيد الفاضل، القرآن يا سيد الفاضل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا سيدي أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا سيدي أيوه، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في حاجة تانية. دلوقتي أنا بقول لك مين اللي أصل لفكرة إنه أنت ما تفهمش حاجة في الدين؟ اللي أنا أقوله لك يا معلم هو ده الدين. الكهنوت ده مين اللي أصل ليه؟ ومش بس اللي أنا أقوله لك، هو القرآن أصل الأزهر يقوله لك. الذين أوتوا العلم الذين اوتوا العلم دلوقتي، ايوه اللي هم اللي قدروا يفهموا القران. شعب يا احمد، انا دلوقتي عندي مشكله اداريه. ما هو القران قال لنا ان في ناس معينه بتفهم القران وتقدر تفسره. انا عندي، طيب يا سيدي الازهر بيفهم القران وبيعرف يفسره، هل الازهر بس اللي في الكون اللي بيفهم القران وبيعرف يفسره؟ لا كل اللي قال لك ان هو ده بس المصدر الوحيد الصحيح لفهم الاسلام. ده اللي انا بقوله. انا بقول لكش ان انا هقفل الازهر، ما هو انا كمل كلامي ليه يا جماعه؟ الاصلاح والرجوع للاصل. احنا جايين يا جماعه نتناظر ولا جايين اقول وجهه نظري؟ مش مناظره. طيب خلاص، ما سيبوني اقول وجهه نظري يا جماعه، سيبوني اقول وجهه نظري. اتفضل، خلينا نسمع كريم. اتفضل كريم. لا انا اردت ان يكون اخصال الحوار شويه منظم، يعني ما يكونش حوار شخص مع شخص، كل واحد ياخذ يعني وقت معين يعبر عن الفكره نتاعه والاخرين معناتها يرجعوا عليه. فهمت؟ يعني كمنظم للحوار كان باش ندخلوا يعني باش نوليو كلمه مانيش باش نتفاهموا. نظن متفق معايا صار. نعم تماما، واحنا مثل ما ذكرنا في بدايه الحلقه خليها على الله. اي خليها على الله. اوكي. انا هنا حبيت نقول زوز نقط، معناتها باش نبداو الحوار يكون على اسس صريحه، كل معناتها واضحه، وكل انسان يقول وجهه النظر نتاعو. اول حاجه، راهو عمره ما كان الحقد والكره هو اللي بيحل لنا المشاكل بتاعنا. خلينا ننظر احنا لانفسنا
كملحدين وكمسلمين كبشر كإنسان، اللي المسلم أمي وأختي وبابا وأهلي وعائلتي، واللي أنا داخل المجتمع ما يسمى الشمال الإفريقي والشرق الأوسط. أول شيء يعني كان أنا نعمل عداوة مع أمي ونجي نقولها يا إما تكفر يا إما معناتها ما عادش نحكي معاك، هي بيدها باش تعمل الحقد نحوي. بينما لو أنا نحاول نفهم أمي أو أختي أنها تقبلني أنا ملحد ونقبلها هي مسلمة، نكون عملت خطوة كبيرة جدا نحو التعايش. يعني المصالحة مع الذوات متاعنا أول نقطة لازمنا نقوم بها، لأن بث فكر الحقد والكره واللي نحب نقضي عليك هذه أصلها فكرة إسلامية موجودة. أنا كملحد أنا كإنساني ما لازمنيش نكره الآخر لأنه يحمل فكر مخالف ليا. صحيح اللي الفكر هذاك كما قال الأخ أحمد سامي أنها المشكلة، أحنا علاش نحد الإسلام في اتجاه معين؟ احنا عرفنا ما يسمى بالعصر الذهبي، كان المسلم واليهودي والمسيحي والزنديق والمثلي يجلسون في جلسات حوار مع بعضهم وما كانش حتى واحد يتعدى على الآخر. عرفنا هذه الفترة أم لا؟ عرفنا هذه الفترة. إذن احنا لازمنا نتوجه جهودنا كاملة، ما يسمى الملحد والربوبي واللاديني والمسلم المتفتح، نحو محاربة هذا الفكر الذي لا يقبل الآخر سواء كان إسلامي سواء كان إلحادي. هذه وجهة نظري، ونعدي لكم الكلمة وكل واحد يقول رأيه في مسألة معينة ونتعدوا الموضوع. شكرا. شكرا كريم. أحمد تعليقك، وحرقان أنت ما تحب تطرح رأيك تفضل. تفضل يا أحمد السالم. لو حد متابع المنابر الإسلامية اللي موجودة في UK أو اللي موجودة في أمريكا، هتلاقي من ضمن المنابر الإسلامية جوه في خطب الجمعة بتاعتهم هتلاقي خطب مطابقة تماما للفكر القاعدي أو الفكر الداعشي أو الأفكار التكفيرية اللي موجودة. في عندك كده موقع كده جروب كده اسمه Atheist Republic، ده جروب اجنبي كده امريكاني وانجليزي للملحدين، بيجيبوا فيه الخطب دي. هتلاقي الراجل بيتكلم في بنفس الطريقه اللي بيتكلموا فيها بالمنابر في المنابر عندنا في مصر. هل منع شعب ايران الاصل؟ شعب ايران الاصل مبي، انا يعني قصدي ان هو ايه، المتحدثين باللغه الانجليزيه. فهل امريكا داهمت هذه المساجد اللي بيحصل فيها هذه المنابر وهذا الكلام؟ هل حكومة صاحبة الجلالة هل داهمت تلك المؤسسات الدينية اللي بيقال فيها مثل هذا الكلام؟ ما حصلش، لأنه مقابل كده هتلاقي في مساجد للقرآنيين موجودة في أمريكا وموجودة في UK، ومقابل كده هتلاقي مساجد موجودة للصوفيين، ومقابل كده هتلاقي مساجد في أمريكا موجودة للمثليين المسلمين وبيجوزوا فيها المثليين المسلمين، وفي إمام جامع مسلم فاكر من تنزانيا ولا مش فاكر كان منين، مثلي الجنس وبيجوز مثليين الجنس من الستات ومن الرجالة هنا في واشنطن. نعم يس. ف الإرهاب اللي موجود نتيجة استقطاب الخطاب، خطاب قطبي، الحكومة فرضت عليك أن الدين الرسمي للحكومة مش الإسلام، الدين الرسمي للحكومة هو دين الأزهر، ما يقوله الأزهر إسلام فهو إسلام، واللي بيقول أنا مش إسلام يبقى مش إسلام. ليه إسلام البحيري تسجن مع أنه بيقول أنا مسلم وما بيقولش أنا قرآني حتى، بيقول يا جماعة ده غلط ومش عارفين، الرجل ما طعنش في القرآن، الرجل ما طعنش في نبوة النبي، الرجل ما طعنش في حاجة، ده طعن في أحاديث، اتسجن سنة. ليه ميزو اتسجن سنة؟ عشان طلع قال أنا المهدي المنتظر، اتسجن سنة إصدراء للدين الإسلامي. لما انت كل واحد يطلع يقول حاجة غير اللي الأزهر عايزها بتسجنه، ازاي منتظر من الناس ان هي تسمع فكر تاني؟ ازاي منتظر من الناس اذا كانوا المتنورين بتوع الحكومة عندنا فقهاء القانون والدستوريين والمش عارفية والبتاع شايفين ان هو ده فعلا الإسلام، مش المتشددين ولا معممين وبتوع القاعدة وبتوع داعش وبتوع، لا كل الناس اللي جوه المؤسسة الحاكمة في مصر بكل أضلاعها وأفرعها التنفيذية والتشريعية والقضائية شايفين أنه اللي بيقول الأزهر هو الإسلام وكل ما عداه فليس إسلام. ومش بس كده، ده أنت مش من حقك حتى تتكلم فيه، اللي أنت عايز تعتقد بيه حضرتك تبلع معتقدك ولو اتكلمت فيه السجن. مش بقولك لو أهنت المسيحيين ولا لو قلت إن المرتد يقتل ولا أي شيء من هذا القبيل، فأنت عليك إنك تبلع معتقدك. هذا ما نريده تغييره، ما نريده تغييره.
أحمد، هل هي يعني مشكلة إقليمية في مصر، الأزهر في العراق، بإمكاني أقول النجف وكربلاء، في إيران قم، ماذا عن باكستان وأفغانستان وغيرهم من هذه؟ مين هو القائد اللي ممكن يتوجه للمسلمين؟ ما فيش، أنا مش عايزين قائد. أفكارك رائعة، بس أنت كلامك أولاً مثلاً أستاذ بيسألك عشان أنت كلامك محلي، عمال مركز على مصر والأزهر ده، علشان دي عشان دي بلدي وده اللي انا قد 6 سنين مش سنه، خدت سجل سنه 6 سنين. المشكله مش محليه، لان بضغط برضو من الراي العام، بضغط من الراي العام في موريتانيا حكمت المحكمه هناك بالاعدام على شخص لانه ملحد، وكتب او مش ملحد، كتب مقال اعتبروه غير مهذب مع الرسول، مع انه كان مهذب زياده عن اللزوم يعني مع هذا البدو. فمع ذلك حكم عليه بالاعدام، وتحت ضغط الرأي العام ومظاهرات في موريتانيا الشوارع عشان إعدام الرجل ده، وحكم عليه بالإعدام. وفي النهاية لما الناس هدت خففوا الحكم إلى سنتين، والسنتين عدوا أصلا المفروض يطلع. فضغط الرأي العام، لأن الناس دي تعلمت الدين ده وبقى جزء من تركيبتهم، وجزء يعني بقى جزء من كيانهم بالشكل ده، زي ما موجود في القرآن والسنة. مهما رحت بعيد، هو القرآن بالقاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أي حد جارك من الكفار قتلوا وليجدوا فيكم غلظة، ما ترحموش. أنا الآية دي أحمد، أنا مش هنزلق معك في تفسير آيات قرآن، لأن ده مش موضوع، وأنا اتكلمت فيه قبل كده. طيب ده هتنزلق إيه؟ مش بنتكلم عن إصلاح الدين، مش لازم ندي نماذج من هذا الإصلاح، من هذا الدين، عشان نعرف، مش لازم ندي عينات من هذا الدين عشان نشوف هنصلحها إزاي. الفكر المستقبل هتنزلق، مش هتنزلق وتقعد تتفلسف. الفكر المستقطب اللي عندنا هو محصرك حيثما كنت. انت من اول ما بتبدأ تفتح عينيك وتروح المدرسة بتلاقي منهج التربية الدينية بيقدمه الأزهر. لما بتفتح التلفزيون غير مسموح بواحد يطلع يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه الا لو كان أزهري. انت لما بتنزل في الشارع جربوا يلغوا المادة الدينية وعملوا تيست كده، الناس بقت في البيوت وفي المنابر وفي كل مكان تتكلم على الحكومة وتقول الحكومة ألحدت. ما هو ده ضغط الرأي العام، ما ده ضغط الرأي العام على الحكومة. بالظبط. مع الحكومة إن أنا شايفها هي كل حاجة، وطلع الإسلام بريء. ما الإسلام، ما إحنا جبنا عينة من القرآن، كله كتاب زي الزفت. كريم، هل هي مشكلة إقليمية أو ماذا عن تونس وباكستان ومسلمي الهند؟ يعني أحمد ركز على مصر ودور الأزهر في مصر، ما رأيك بالأمر؟ نفس الشيء. فما هناك اثنين مدارس كبيرة، هو ما يسمى بالإسلام الأرثوذكسي الذي تمثله، شكون يمثله الإسلام الأرثوذكسي؟ تمثله مثلا الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، عندك المدارس اللي موجودة في السعودية أو قم والنجف. إذن هذوما هما المدارس اللي هما عاملين خطوط حمراء، عاملين خطوط حمراء اللي يتجاوزها يسميوه كافر. لازم هذه الخطوط الحمراء تتنحى أصلا، لازمك تتسع الرقعة لكي كل إنسان يستطيع أن يعبر عن رأيه. أنا أضرب لكم مثال بسيط وقولوا لي شنو رأيكم. أنتم ما تعرفوا أن سلطنة عمان، عمركم شي سمعتوا واحد من سلطنة عمان يعني إرهابي؟ عمركم شي سمعتوا في سلطنة عمان إنسان معناتها تهجم أو قال هؤلاء كفار؟ لا. لو نرجع للنظام الدراسي كما قال الأخ أحمد، النظام الدراسي متاع دراسة الأديان، يدرسون التربية الإسلامية، تدرس فيها جميع المذاهب الإسلامية. المساجد في سلطنة عمان عندما تدخل تنجم تصلي شيعي، شافعي، سلفي، اللي تحب أنت، حتى واحد ما يشوفك ويقول لك علاش تصلي بالطريقة هذيك. إذن المشكلة الكبيرة هو النظام الإسلامي اللي متبنيته هذه المدارس التقليدية القديمة، والتي هي ماخذة شرعية من السلطات الحاكمة سواء في مصر، سواء في تونس، سواء في السعودية، سواء غيرها، فرضت على المجتمع هذا الإسلام الضيق وجعلته في حدود معينة، وتم تربية الشباب في المدارس والإعلام على هذا الفكر. بالطبيعي أنه الشعب وقت واحد يكتب مقال مباشرة يتهمونه بالكفر، لأنه ليس هناك حرية فكرية، ليس هناك جميع المذاهب الإسلامية وجميع الاتجاهات الإسلامية. يا سيدي أعطينا
اعطينا معناتها الازهر لازم يرفع يده، ماهوش هو يمثل الاسلام، هو وجهه نظر والاخرين عندهم الحق في وجهه النظر بتاعهم، وخلي الشعب يختار. وتو تشوف الناس كان نعطيه الحريه. انت مثلا نضرب لك مثال في تونس باش يوريك العقليه اللي ذكرها احمد سامي، انه رئيس الجمهوريه اللي يعتبر علماني 100%، رئيس الجمهوريه اللي يعتبر يعني ضد ما يسمى بالمد الاسلامي، تجي وحده صحفيه تساله سؤال يقول لها ما انت الا امراه. يعني العقليه يشوف فيها على اساس انها امراه، هذا علماني مثقف رئيس جمهوريه وضد الاسلاميين ويحمل عقليه فاسده اصلا. اذا هذه هي المشكله، هو تحرير العقول. ما فماش حدود، ما فماش حدود. يعني الانسان عنده الحق يقول مسلم بالطريقه اللي يحب عليها هو. ما فماش كهنوت في الاسلام. فين جبتوه رب الكهنوت في الاسلام؟ مو كل واحد باش يتحاسب لوحده. الطرق الى الله بعدد انفس الخلائق، لماذا لا ننشر هذا الكلام في التلفزيون وفي وسائل الاعلام؟ علاش ما تقولش اللي العلاقه مع ربك هي علاقه شخصيه؟ علاش نقول لك اللي لازمك تاخذ فكر الازهر او فكر قم او فكر النجف او فكر فلان او فكر فلان؟ المشكله في علماء الدين بتاع الاسلام اللي موجودين الان، المشكله في الكهنوت اللي مدعوم من طرف السياسه اللي موجوده في الدول بتاعنا. اذا لازم السياسه في الدول بتاعنا ترفع الحصانه لهذه المدارس وهذه القنوات اللي تبث الكره والحقد بين المسلمين انفسهم ومع من هو غير مسلم. اوكي تفضل. شكرا يا كريم، وسارجع عليك بانك احد قاده حركه تغيير شمال افريقيا. هل ممكن عمل نفس الشيء في الشرق الاوسط الجانب الاخر من البحر الاحمر وبلاد الخصيب وبلاد الرافدين؟ طبعا احمد سامي مستقبلنا واحد يا سال. نعم مستقبلنا واحد، احنا شمال. نعم اكيد اكيد صدقني، احنا في كما يقولوا المصريين في الهواء سواء، ما غير ما نكذبوا على بعض. مشكلتي في المشكله اللي يوقع في العراق يوقع في اي دوله من الدول بتاعنا. احنا مصيبتنا واحده. شكرا، عاوز اوضح احنا مش راح ناخذ سكايب اتصالات، ورجاء بس خلينا مع الضيوف الثلاثه هنا لانه عاوزين نركز على افكارهم. اللي يحب يطرح اي فكره جديده اهلا وسهلا، اتصلوا ونعمل حلقات اخرى. كريم يرحب، احمد حرقان يرحب، واحمد سامي يرحب بالحوار، فبامكاننا نعمل حلقات حواريه اخرى. الان اصبحت اقليميه او قاده واقتصاد دخل بها، يعني الازهر يعتاش على تجهيل وقيادة المسلمين في مصر، والنجف كذلك في العراق مثل ما معروف. خلي نعرف من أحمد حرقان أو أحمد أحمد حرقان، إذا حاب تفند ما يقوله الأخوان بس ارفع إيدك وخلنا نشوف. مسألة مهمة مع الأزهر، وبنحاول نفهم يعني بهدوء شديد ليه الحكومة بترجع للأزهر. مش دافع هنا عن الحكومة يعني، وانا مع اخلاق الازهر بالكامل وليكن ما يكون، لكن هم بيفكروا كالتالي السياسيين هنا من زمان. الدوله العميقه والنظام المصري من زمان بيفكر في ان هو يتخلص من الاكثر شرا الاول، فهو بقى يتخلص من الجهاديين وركز جدا عليهم وساب الاخوان والسلفيين، واستغل الاخوان والسلفيين ضد الجهاديين عشان خاطر يقدر يقلص من شرهم الى ابعد الحدود. ثم بعد ذلك بدأ مع الإخوان وأقصاهم تماما، وبعد كده السلفيين، وبعد كده الأزهر. عندنا درجات من ظلمات بعضها فوق بعض، يعني احنا عندنا باتفاق ان الأزهر أسوأ، ان السلفيين أسوأ من الأزهر بكل ما وخارج السيطرة تماما، وهم بوابة داعش وكل الدواعش خرجوا من تحت عباءة السلفيين. فالدولة بتبدأ بتفكر كالتالي، انا ما بفكرش زيهم طبعا، بس انا بقول لك ليه هم بيعملوا كده. عندنا بعد كده بقى الأزهر ده يعتبر مؤسسة تحت السيطرة، فهم بقى يعني ودي الحد الادنى من الاسلام اللي عايزه الناس. القران اسوأ من كل دول، القران هو اللي عمل داعش، القران هو التعليمات بتاعته واضحه جدا، ثلاث ارباعه اوامر بالقتل والتصفيه، كانه بالظبط قانون ودستور المافيا. دستور المافيا لا يمكن اصلاحه، يجب الغاء المافيا بالكامل واقصائها والزج بقاده هذه المافيا في السجون طبقا للقانون وضمن احكام القانون التي تجرم هذه الافعال القرانيه. فهي مشكلة في القرآن، شاء من شاء وأبى من أبى، يعني شاء من شاء وأبى من أبى. شكرا أحمد. أريد أن أسألك سؤال أخ حرقان،
ما رأيك بالتوراة بتاع اليهود؟ أليس هو أسوأ من القرآن؟ أين هم اليهود الآن؟ هل تبقى يهود في العالم؟ لماذا؟ كم موجود حتى لا 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 ما ترك اليهود الكامل كما أدعو أنا إلى ترك الإسلام. معظم اليهود تركوا اليهودية، لا ليسوا يهود سوى بالاسم أو يعتبرونها قومية. وإحنا هذا هو الإصلاح اللي تقول إن 60% من يهود إسرائيل ليسوا يهود إسرائيل، وهم الأكثر يهودية في العالم، ليسوا يهودا، 60% منهم لا دينيين يعني. لا، حبيت أقول لك، أنت تقول المشكلة في القرآن. لماذا نعرف إحنا أن التوراة هو أسوأ من القرآن وأخطر من القرآن؟ التوراة اليهودي، ولكن التوراة اليهودي موجود الآن ويمكن تطلع عليه في أي موقع وموجود. لكن الآن اليهود نفسهم هل هم متمسكين بهذه التوراة؟ وهذا ما نريد تماما من الديانة اليهودية، وليست من فقط من ولم يعني وليست هناك الآن ولا في العالم في عالم اليهود حركات تدعو إلى إصلاح التوراة أو إلى تجديد الخطاب. دعوات دينية داخل المجتمع اليهودي، وهي دعوات ناجحة جدا، بدليل أن 60% من المجتمع الإسرائيلي كما تقول إحصائيات لا دينيين أساسا، وليسوا يهودا، يهود بالاسم فقط، ويهود بالهوية والانتماء القومي أو الوطني لدولة إسرائيل. ولا الأناجيل ولا القرآن إلا أن نضعها في المكاتب ليتراكم عليها التراب. وأيضا أنا رأيي أشد يعني قسوة من ذلك، وأنا أتمنى أن توضع في القيامة في الحقيقة. حلقان قبل فترة قالت الدكتورة وفاء سلطان أنه لو قرأ اليهود التوراة كما يقرأ المسلمين القرآن لأصبحوا أسوأ حالا من المسلمين. هل تؤمن بهذا؟ كريم أعتقد نفس الفكرة. كريم تقريبا، عفوا، أنا متفق معها في هذه الفكرة. ومعنت وهنا أرد على الأخ حرقان في هذه المسألة. راهو إصلاح الإسلام هو إصلاح العقليات، كما أن اليهود صلحوا العقلية متاعهم وأصبح تعاملهم مع التوراة اللي هو أسوأ من القرآن بطريقة معنت أصبحوا حضاريين. أحنا نفس الشيء، هذا المقصود بإصلاح الإسلام، هو إصلاح العقليات. عقليات المسلم لازم ينظر للقرآن. عندنا الأحمدية، عندنا الزاليفيست، عندهم القرآن ولكن عندهم نظرة مختلفة. عندك الأباضية في عمان عندهم القرآن ويقرأوا القرآن ولكن عندهم نظرة مختلفة للقرآن. إصلاح النظرة للقرآن هي أهم نقطة. عندما نقول إصلاح الإسلام ليس أن نحذف القرآن وليس أن نمحيوه ولوحوه، ولكن نبدل العقليات، لأن الفكرة ليس لها قيمة بحد ذاتها، الفكرة لمن يؤمن بها. عندما أنت تبدل النظرة وتعطي للمسلم عدة طرق لفهم القرآن، هو سوف يختار الأسلوب الحضاري. هذه وجهة نظري. ولماذا لا أعطي للمسلم نصيحة بسيطة، وهي أن يقرأ هذا القرآن بعقلية النقد ليكتشف في النهاية أنه كلام فارغ ويعني عفا عنه؟ أنت بيش تقول له هكاك هو وحده هذا هو الطريق الأسهل؟ إن كنت أنا أعتقد أن هذا الكلام، هذا القرآن كلام فارغ، فلماذا ألف وأدور حوله ولماذا أكلمه عن إصلاحه وتجديده وما ذلك، وأنا بنفسي أعتقد أنه مجرد أكاذيب؟ لا، أسمعني، هذه وجهة نظرك. هو يقرأ القرآن من بعد يقول أنه هو أكاذيب ولا مش أكاذيب، هذا يخصه هو. أنا مانيش مش ألزم الناس بشيء. كلنا الآراء تخصنا، لكن عندما نتصدى لمحاولة إصلاح الناس ولمحاولة تغيير المجتمع، فإننا نحدثهم حسب قناعاتنا إحنا مش قناعاتهم هم. فإحنا لو شايفين إن اللي هم بيدرسوا دوت ويقرؤوا عاكفين على تطبيقه دي مجرد أكاذيب، لماذا لا نقول لهم بشكل مباشر إنها أكاذيب؟ لماذا لا نقول على روحك؟ قول على روحك، ولكن ما عندكش الحق تلزم. أنا أقول على روحي، أنا أعتقد أن المجتمع تنهشهم مجموعة من الأكاذيب، لماذا لا أتحدث مع المجتمع بصراحة وأقول له أن مجموعة من الأكاذيب السافلة الساقطة القديمة البغيضة يعني تسيطر على حياتك، لماذا لا أتحدث بهذه الصراحة؟ أنا جربت بنفسي وحدثت الناس بهذه الصراحة، وأعتقد أن هذا يؤتي أكله أكثر ألف مرة من ألف مرة. حرقان، لا تعتقد؟ خليني أرجع كلمة برك على حرقان في المسألة هذه. أوكي. يعني أنت حر باش تقول هذاك الكلام، ولكن أنا نطرح لك سؤال. أنت الأشخاص هذوما اللي باش ينظروا للقرآن
لازم تجعل لهم الخيار. أنت كشخص كحرقان، هل تفضل الإنسان ينظر للقرآن بطريقة يعني متطورة، ولا تحب ينظر لها بطريقة يعني نجم نقوله إرهابية وسلفية؟ لا، الطريقة الوحيدة المتطورة التي يمكن أن ننظر بها للقرآن هي أن ننظر له ككتاب بغيض داعي إلى الإجرام، لأن ليس هناك طريقة متطورة أبدا تجعلني ليس هناك طريق أي طريقة متطورة تجعلني أفسر النص الذي يقول اقتلوا وقاتلوا بأي طريقة غير أنه نص إجرامي. هل الطريقة الوحيدة المتطورة في النظر لهذا النص هي الطريقة التي أفهمها أنا، إن كان هذا الكتاب يحض على الإجرام والعنف والقتل والكراهية يجب أن يتوقف. نقطة جيدة كريم، نقطة أخرى شنو يقلقك كريم؟ في نقطة جيدة، لأنه كثير من أخواننا يذكروا وما عن النصوص. خلينا نشوف أخونا المؤمن ماذا عن النصوص في هذه الحركة الإصلاحية. أنا مع الطرفين بالمناسبة، أحمد حرقان تجربة يعني تجربة شخصية ورائعة ومثال كبير، كريم العبيدي كذلك في الطرفين السني والشيعي وترك الإسلام. أحمد، ماذا عن النصوص، نصوص القتل الموجودة القرآن؟ خليني بعد إذنكم تاني أعيد صياغة اللي أنا قلته بطريقة ستراكتشرد أكتر، لأنه واضح إن أنا كان في 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 لابس. يعني دلوقتي إحنا عندنا موضوعين مختلفين عن بعض خالص، مسارين مختلفين تماما متوازيين. المسار الأولاني هي مسألة هل الإسلام صح ولا غلط أصلا، هل القرآن ده صح ولا غلط، اللي النصوص اللي فيه نصوص إلهية ولا مش، ولا نصوص بشرية، هل هو حلو ولا وحش، حادق ولا مسكر ولا ايه. ده مسار. في مسار تاني بقى اللي هو احنا كلنا، انا كمسلم كيوت ربوبي ملحد اخوانجي امامي، تمام، عايز اتعايش معاك يا ملحد ايجابي، وعايز اتعايش مع الغنوصي، وعايز اتعايش مع اللي ادري، واتعايش مع الربوبي. ماشي، احنا بنتكلم فيه دلوقتي في حتة الاصلاح اللي انتوا بتتكلموا فيها دلوقتي دي عشان نعرف نتعايش. انت مش عايز اصلاح، دي مش معناها ان انا اروح اقنع المسلم ان انت دينك غلط، ان انت دينك بيحض على الكراهية، سيبه ويمشي، مش شغل يا بني. لو هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه فده ما اسموش اصلاح الدين، ده اسمه هذا اسمه حرب، هذا اسمه حرب وبغض وكره، او حتى او حتى حوار اديان، ان تعالى احنا نشوف مين الاحلى، الاسلام ولا المسيحية، تعالى نقعد انا وزكريا بطرس، وزكريا بطرس يقول للنبي بتاعك كذا، انا اقول لا النبي بتاعك كان كذا، تمام. دي قصة تانية خالص ملاش علاقة بالموضوع. أنا بتكلم على اللي تأثيره على الأرض إيه، اللي هو أنت عايز تبقى مسلم في حالك يا عم، ما تأذنيش، هو ده الإصلاح اللي أنت عايز توصل للنتيجة بتاعته، ده اللي أنا فهمه، تمام. فالموضوع الأولاني ليه حوار وليه سكك، والموضوع التاني هو اللي بنتكلم فيه دلوقتي. اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي إزاي أوصل إنه أي واحد في دماغه فكرة متشددة، يا عم كانت صح كانت غلط ما تفرقش معايا، مؤمن ان القرآن ده كتبه محمد نزل من عند ربنا ما يهمنيش، انا اللي يهمني دلوقتي ازاي الشخص اللي عنده افكار متشددة، افكاره متشددة دي يحتفظ بها لنفسه في البيت مع عياله ومراته في قط النوم بتاعته، ما يضرنيش بها. هو ده اللي انا ده اللي احنا بنتكلم فيه كسبيل الاصلاح. ليه ما بتتكلموش على اصلاح البوذية؟ ليه ما بتتكلمش مثلا على اصلاح المسيحية دلوقتي؟ ليه اتصلحت بمعنى ايه؟ بمعنى المسيحيين اقتنعوا ان هم غلطانين، ولا اتصلحت بمعنى المسيحيين ما بقوش بيقتلوا الناس دلوقتي؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده الاصلاح اللي بنتكلم فيه. ما تصلحتش، تم اخطائها وزج بها الى ركن ضيق وجمدت ولم يتم اصلاحها، لم يتم اصلاح المسيحيه. المسيحيين المتمسكين بالمسيحيه هم مثل السلفيين تماما من الان، لو تمكنوا لا خضعوا على الاخضر واليابس. لا يا فندم، بقى في حاجه دلوقتي اسمها قانون، وبقى في حاجه اسمها منابر تانية. الديانة لا خليك مكانك انت كده مع نفسك، وتم التخلص من الديانة، والمجتمع الاوروبي في اغلبيته ليس متدينا اصلا، ليس مسيحيا. اديني فرصه بس اكمل جملتي. هل دلوقتي اللي احنا عايزين نوصله، الفكره اللي احنا عايزين نوصلها دلوقتي، انه اي واحد عنده فكره في الدين يقدر يطلع يقولها، عايز يقول زي احمد القنبنجي ان القران ده خبر احاد ولا يعتد به، وان في احاديث اصح من القران، ماشي. عايز تقول ان القران ده كتاب بشري بس انا على فكره مؤمن بيه وبحبه، وانا مسلم زي الراجل اللي اسمه غيث ده ولا مش عارف مين، ماشي. عايز تقول القران محرف، ماشي. عايز تقول القران هو اللي نزل من عند ربنا وما اتغيرش، ماشي. عايز تقول ان الدين صح والقران صح، قول اللي انت عايز تقوله، من غير ما واحد زي حضرتك يا احمد ولا اي حد يطلع يقول يا جماعه على فكره القران ده الحديث دي كلها غلط، والبخاري ومسلم غلطانين، او ماخدك سجنك. مين اللي بيسجنك؟ الازهر اللي بيسجنك ولا الدوله اللي بتسجنك؟ الاسلام اللي بيسجنك. لا يا بيه، الاسلام ما بيحكمش على حد انه يتسجن، اللي بيحكم على حد القاضي اللي بيقعد في المحكمه. الاسلام بيحكم بتقطيع الايادي والارجل من خلاف، وبالتالي لما بيسجنهم يا حرقان فكر، اعطينا من يؤمن بذلك الفكر
احنا نحب نبدلوا عقليه من يؤمن بذلك الفكر. اين المشكله اصلا يا جماعه؟ اين المشكله؟ اليست هي المشكله في الاساس هذه المجتمعات انها مشكله هذه المجتمعات انها اسلاميه بالاساس؟ اليست هذه مشكله في الاسلام من الاساس؟ يعني اليست يعني لولا وجود هذا القران وهذا الرسول لم نكن لنجلس الان نتحدث عن اصلاح هذا العفن الديني. لولا وجود هذا الدين وهذا الرسول لكانت حياتنا مختلفه تماما. اذا المشكله في الاسلام، يجب ان نتوجه الى كبد المشكله ونقضي عليها، لان ليس لدينا وقت يعني واعمار ضيقه مع محاولات اصلاح احمد. كل محاولات الاصلاح فشلت في الحقيقه، فشل ذريعا يعني. اسكت بس واسمع بس. اللي انت عايز توصل له احمد دلوقتي، اللي احنا عايزين نوصل له احمد، او اللي انت عايز توصل له دلوقتي يا احمد، انك انت ايه، انا دلوقتي جاي اقول لك بص هو ده الاسلام، ولو كفرت هقتلك، ولو زنيت هرجمك، ولو عملت عجبك ولا مش ما فيش اسلام غيره، هو ده الاسلام. انت بقى عايز تعمل نفس الموضوع بس الناحيه الثانيه، ان انا اقول لك لا ما فيش حاجه اسمها اسلام. مهما حاولت ان انت تتخلص من هذه الاشياء، ستبقى هذه الاكاذيب تربك حياه الناس. حتى لو تخلصت مع نفسك ما تكبرش الناس انها تتخلص، انت تخلص مع نفسك في بيتك. ما بتكبرش ولا انت بتكبر، ما حدش بيكبر. احنا بنكلم الناس عشان خاطر نوصل لهم رساله ما. هذه الرساله اما ان نقول لهم ان هذا الاسلام يمكن ان يكون متوافق مع حقوق الانسان ومع القيم العصريه، او ان نقول لهم كما اقول انا ان هذا الدين عفى عليه الزمن ويجب ان نتخلص منه تماما، لاننا ليس لدينا وقت نضيعه مع هذا العفى مره اخرى. قول اللي انت عايزه بس ما تكبرش حد على حاجه، ما تجيش تغصب لازم القران ده غلط. هذه مغالطه ايضا. انا لم اتحدث عن اجبار، انا لم اتحدث عن اجبار، ولا انت تتحدث عن اجبار، لا احد هنا يتحدث عن اجبار، خلينا متفقين. ما فيش حد مننا بيتكلم عن اجبار. انا لا هجبر الناس ولا انت هتجبر الناس. انا عندي وجهه نظر مختلفه عن وجهه النظر بتاعتك. وجهه النظر بتاعتك ان هذا الدين يمكن التفاوض معاه، يمكن ان يتم تحسينه، ويمكن ان ندع فرصه للناس لتوائم ما بين هذا الدين وبين قيم العصر. وانا اقول لك ان هذه الفرصه غير موجوده فقط. انا اقول هذه الفرصه غير موجوده، نجحت من ايام الافغاني ومحمد عبده وغيرهم، لكن لم ينجح اي احد من هؤلاء، لان النصوص واضحه، اوضح النصوص، اقهر واوضح منك ومن غيرك. هذه النصوص التي تجعل اي مسلم يستمع الى احمد سامي يستهجن كلامه، والدكتور محمد شحرور فيضحك على كلامه. هذه النصوص، هذه الطريقه المتعسفه في التاويل، ولو عنق النص حتى يكون قابلة للاستهلاك، غير نافعة وغير مجدية ولم تنفع. المجدي الآن هو أن يتوجه كثير وأفواج من المسلمين وغير وغير من أتباع الديانات إلى ترك هذه الأديان بالكلية والنضج والبلوغ وصول مرحلة الفطام. الفطام من هذا التخلف. طيب دي فكرتك. الآن يخرج ملايين من في الهند وفي في 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 الدول الإسلامية وغير الإسلامية من هذه الديانات تماما ويطلقونها. الشباب ليس لديهم وقت لهذا الإصلاح الذي تتحدثون عنه. يا سيدي دي فكرتك وانت حر فيها، انا ما عنديش مشكله فيها. انا مشكلتي انك انت تجبر حد على فكره. انا اذا كنت انا عايز اجبر حد على فكره، انا عايز اجبر الحكومه انها ترفع ايديها عن هذا الاستقطاب. مالكش دعوه بمين يؤمن ومين يكفر ومين يتخذ الازهر امامه ولا مين يتخذ القيروان ولا يتخذ قم ولا يتخذ النجف ولا اي بتنجان. مالكش دعوه بيا. مش لما يجي واحد على فكره فلان الفلاني فكرته عن ربنا غلط، خدوس جنوه، فأنهي قانون وشرع وعقل ومنطق وإنسانية؟ أنا فكرتي عن ربنا أنا اللي مسؤول عنها، أتحكم عنها يوم القيامة. أنت ملك ومالي. أنا فكرتي عن الأنبياء وعن القرآن دي وجهة نظري. أنا مالي ومالك. أنا بس فكرتي عن ربنا إن هو هيربك دماغك وهيخليك في يوم الأيام عدو ليا، خليك تدهسني بالعربية في أي مكان في العالم. دي فكرتي أنا كمان عن ربنا. أنت ليه عايزني أغيرها؟ أنا فكرتي هو أيدها بآلاف النصوص في القرآن وفي السنة وفي التراث الإسلامي، وكيف فسر المسلمين على مدى 1400 سنة هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النص القرآني. فكرتي عن ربنا إنه كلما ذكر اسم الله كل سمعنا قنبلة تنفجر في مكان ما. يعني كلامي موجه دلوقتي إلى الحكومة بمؤسساتها. أنت حضرتك بتمنع ليه واحد زي شحرور يطلع عندنا في التلفزيون في مصر؟ حضرتك ليه بتمنع واحد زي إسلام بحير إنه يطلع يقول الكلام بتاعه؟ لما طلع قال راح مسجون. ليه يا فندم بتمنع؟ علشان الأزهر هو مصدر التشريع عند الحكومة. اللي بيقول عليه الأزهر كفر، الحكومة بتقول له أمين وتقوم واخده سجناه. اللي أنا بقوله دلوقتي يا بيه يا اللي قاعد في على منصة التشريع ومنصة القضاء ومنصة الزفت السلطة التنفيذية، فكرتي عن ربنا هي ملكي لوحدي، مالكش دعوة بيها. أنا ليه أتسجن عشان أنا رؤيتي عن ربنا غير رؤيتك أنت عن ربنا؟ ما تسيبني انا، مش انا لو انا مش انا لو انا غلطان سيبني انا هتحرق يوم القيامه. ما تسيبك مني.
بس ده اللي انا عايز اعمله، ده اللي انا عايز اوصله ساعتها. هل هو السلطه الاستبداديه كريم العبيدي؟ يعني متفق مع الاخ احمد سامي في هذه المساله. انا اوجه سؤال الى حرقان بطريقه اخرى. سي حرقان، لو ان الحكومه المصريه، ناخذ مثل كمصر، انها تقول ان كل انسان له الحق ان يتكلم مهما كان المذهب نتاعو الاسلامي ومهما كان الدين نتاعو او ملحد، واللي انت معناتها يحميك القانون انك تقول الكلام اللي قلته توا، هل عندك مشكله؟ ليس عندي مشكله، المشكله مع الجماهير التي سوف تخرج الى الشوارع رافعه للمصاحف وقد ياكلون رجال الشرطه اكلا ويفترسونهم افتراسا، وليس فقط ان يسقطون نظام الحكم. الحكومه تخشى من هذا، تخشى من هذه النقطه. عندما تعزل الحكومات مع الأديان تضج الشعوب ويصبح الحكومة يصبح النظام كله في خطر، وجربوا ذلك مرارا. الثورة الإسلامية في إيران قضت على حكم علماني في ثانية، غيرت وجه إيران إلى حد الآن. الشعب طالما الشعب تشبع بهذا الدين شعب خطير، الشعب لا يؤمن جانبه. الحكومات لا تستطيع أن تفعل هذا، تنفذ ما تقترحه أنت يا كريم ومحمد. الحكومات تضع في حساباتها هذه الأمور، لا تلعب مع الدين، لا تلعب مع الدين. سؤال آخر معناتها أرجوك خليني معناتها أنا نحب نفهم وجهة نظر متاعك، فهمت؟ مثلا الأخ أحمد سامي، هل عندك مشكلة معه؟ لا ما عنديش مشكلة معاه ولا معاك ولا يعني مع حد ولا مع المسلمين. هل يقلقك إسلام أحمد سامي؟ هل يقلق إسلام أحمد سامي؟ ما عنديش مشكلة مع حد خاص، حتى المسلمين نفسهم حتى المتطرفين ما عنديش مشكلة معهم. أنا بناقش أفكار، بناقش أفكار. عندي مشكلة مع أفكار أحمد سامي، أيوة عندي مشكلة مع أفكار أحمد سامي. عندي مشكلة أكتر وأشد مع أفكار أسامة بن لادن، عندي مشكلة أكتر وأشد مع أفكار أسامة بن لادن. عندي مشكلة مع الإسلام، نعم عندي مشكلة كبيرة جدا مع الإسلام، بس لكن على مستوى الأشخاص لا، مستوى الأشخاص لا. أفكار أحمد سامي لن تضرني بشكل مباشر ولا أتوقع منه الضرر المباشر تجاهي بسبب أفكاري، لكن أفكار أحمد سامي أيضا أو الآن أحمد سامي الآن وليس أحمد سامي في المستقبل يتوقع، وكلنا نتغير وأنت أيضا والجميع. أنا عاوز أسألك حرقان حبيبي، تعرف أنا متفق معك في هذه الأمور، بس برضو لأن بشوف فكر أحمد سامي رائع جدا. هل ممكن مع تطور الانترنت وازدياد شبكة الانترنت في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ممكن نعطيهم فرصة انه في الامكان انه يتفرجوا على العالم الآخر، تعدد الآراء مثلا؟ هم لهم فرصة كاملة واحنا مدعمهم، لكن انا بقول خلينا دي فرصة لنفسنا ونشوف كده هنعمل ايه لو حاولنا نقضي على الأديان بمنتهى الشجاعة كده والصراحة. لا أنا معاك يعني الفرصة معانا إحنا في قنواتنا عم تغلق يعني يوميا. أحمد سامي صاحب قناة يعني. نقطتي إنه مش المفروض نعطي فرصة لأحمد سامي واتجاه أحمد سامي واتجاه كريم ولا لا؟ إحنا لا إحنا دلوقتي إحنا مش بنقف ضدهم أو بنعمل حلقات نهاجم فيها أساليبهم أو كده، بس إحنا دلوقتي إحنا مش نهاجم صراحة، هو حوار فقط يعني. حوار، وبتمنى إن هو ينضم إلى الفريق الآخر فقط، يعني بتمنى إن هو ينضم لينا لأن ده هيساعدنا بس. وما نكرهوش على كده، احنا بنناقش، هو بيتمنى ان احنا ناخد نسلك مسلك مختلف عن مسلكنا ده، واحنا بنتمنى ان هو يسلك مسلك مختلف. احنا بنتمنى ان هو يبقى يتبنى نفس وجهه النظر بتاعتنا عن اقتناع طبعا، مش عن اكراه ولا عن ضغط يعني، كلنا وهو كذلك يعني نفس الحكايه، احنا بنتحاور بس. انا استطيع ان انفق دقيقه واحده من وقتي لادعمه. اجي ناحيه مين يا احمد؟ ليه النهار سب وشتايم؟ ثواني يا كريم، ليه النهار سب وشتايم من بعض الملحدين عندك في القناه؟ ثلاثه منهم ثلاثه منهم هددوني بمراتي وحطوا لي صور مراتي وعيالي عندي على البتاع وقالوا لي عارفين مكانك وساكن فين في مصر. اجي عند مين يا احمد؟ الموضوع موضوع فكر متعفن يا احمد، انا ماليش علاقه يعني. مين اللي عمل كده؟ انا مش هقول لك اسماء، هطلع اقول لك اسماء على الهواء. في ناس عملوا كده يا احمد. طب احمد الانسان، احمد انا عندي انا من عقلاتي انا
احمد احمد مش عندنا حديث بيقول خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام؟ مش الراجل فاين مان قال انه ان الـ ان الـ ان الخير هيفضل يعمل الخير والشرير هيفضل يعمل الشر ايا كان مين، بس الخير محتاج دين عشان يعمل الشر او الشرير محتاج دين عشان يعمل الخير. الموضوع يا احمد موضوع بشر وفكر واليات، ازاي الناس تغير طريقه فكرها، ازاي الحكومه تساعدنا باليات. انا ما قلتش ان انا هدوس على الزرار بكره ومتحول لحكومه مدنيه، ما فيش حد بيعمل كده في الدنيا، عمرها ما هتحصل. ما بقولش ان انا بكره نطلع نعمل ثوره عشان الناس تاكل الشرطه زي ما انت بتقول في الشوارع، لو قالوا لهم ما فيش حاجه اسمها ازهر واللي عايز يقول اي حاجه في الدين يقولها. ما فيش حاجه بتيجي في يوم وليله يا احمد، احنا مش عبط يا احمد، بنقول ان احنا نوصل الى هذه المرحله يا احمد. ما فيش حاجه اسمها ان الناس كلها لازم يبقوا ملحدين عشان يبقوا عايشين في امان وسلام. انت اكتر واحد عارف يا احمد ان انت لو كنت بقيت ملحد ده ما هوش جارانتي ليك انك انت تبقى انسان خير، مش جارانتي للبني ادم الملحد يا احمد ان هو يبقى انسان عظيم يعني يا احمد، ولا ايه؟ قول لي، رد عليا قول لي لا ان انا غلطان يا احمد، قول لي لا هو جارانتي، مجرد تبقى ملحد انت هتبقى انسان كويس ومش هتاذي حد وهتبقى بريء ومسالم والناس كلها هتحبك والنباتات والطيور والاشجار هتبقى هتقف صفك. قول الكلام ده الثاني السوي او شريحه من الاشخاص الذين يطلق عليهم الاسوياء عندما يتخلصون من الدين يصبحون فعلا رائعين. وعلى الكلام ده متاكد منه جدا. من البشر مختلون ومهما تغيرت قناعتهم هم مختلون، يعني معظمهم لا يبحث أصلا عن قناعات ولا يهتم بأمور الاعتقادات. بالنسبة لي الحقد يولد الحقد سواء من الملحد أو اللاديني أو سواء من المتدين. بالنسبة لي أنا عمري ما نحب أحمد سامي إنه يصبح ملحد، وميهمنيش فيه يصبح ملحد ولا ما يصبحش. ان اطلب من احمد سامي حاجه واحده، انه يقبلني انا كملحد، واي مسلم واي مسيحي يقبلني انا كملحد كما انا احترمه ونقدره. هذه هي النقطه الاساسيه. احنا ماناش ناقشوني انه شكون الصح وشكون الخطا، هل يمكن ان نتعايش مع بعض ام لا. عندما انت تجي تقول ان الاسلام لازمنا نقضيه عليه ولازم الناس تخرج من الاسلام، انت بدون ما تشعر يا احمد حرقان يمكن انت تتفهم، ولكن راه هناك شباب يفهموها بطريقه اخرى ويرسلوا تهديدات لاحمد سامي ويرسلوا تهديدات لشخص اخر ضد الفكره اللي انت مثلا تبث فيها. نفس الشيء يقع في بالنسبه لعلماء الدين. علماء الدين عندما يجي يقولوا احمد حرقان هو كافر، نفس الشيء انت تتعرض للمشاكل. اذا لو رجال التنوير ورجال معناتها اللي عندهم كلمة في الأوساط سواء الإلحادية أو الإسلامية يبثون الكره ويقول لك احنا ما لازمناش نتحالفوا أو نتعاملوا مع الآخر، راهو باش يطلعونا أشخاص معناتها ما همش في المستوى يجدوا من الكلام متاعك مبرر باش يعملوا أشياء شنيعة. بينما أنا شخصيا كيشوف شخص آخر اللي أنا ملحد وأحمد سامي نقعدوا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونحترموا مع بعضنا وأنا أحترم دينه وهو يحترم ألحادي، نكونوا مثل للشباب الآخر باش يتعايشوا مع بعضهم. هذه هي وجهة نظري، والمشكلة مش أنت خطأ ولا نحب نخرجك من دينك، ومش مشكلة أنا صح، لا، مشكلة الأساسية هي التعايش. أنت تتكلم، الآخر يتكلم، كل إنسان يتكلم، ولازم الدولة تسمح في وسائل الإعلام وفي كل الأمور الدراسية من أجل التعايش وتبادل الأفكار. الحرية الفكرية هي المقدس الوحيد. صحيح، ويظهر التعصب من الطرفين. نحن على قنوات بس لحوار ونهاجم من الطرفين، وحتى أخواننا اللي نعتبرهم الكثير منهم نعتبرهم متنورين، هجوم يعني لاذع مستمر بدون توقف. الفكر هو صراحة الفكر العفن أو فكر شرق أوسطي. Now, أحمد سامي خليك من الشات. كريم العبيد ذكر قبل شوي عمان، which is يعني عمان بلد صغير جدا وفي تعايش بين طوائف مختلفة، لكن الغالبية العظمى الملحد في عمان يعيش. يا أنا قصدي نسبة لل يجب أن تصححه معلوماتكم عن عمان بالمناسبة. عفوا، بقولك يجب أن تصححه معلوماتكم عن عمان بالمناسبة. يعني المجتمع العماني ليس في سلام أبدا، وهناك حرب طاحنة داخل المجتمع العماني بين السنة وبين الإباضية،
انا الاطلاع مباشر بها لان كان لي اصدقاء من السنه واصدقاء ايضا من الاباضيه، واعرف جيدا ان بينهم مطارق الحداد، والسلطات العمانيه اخصت كثير جدا من السنيين عن كثير جدا من المناصب خصوصا التعليميه، وغيروا عسفا هناك ليصبح المذهب الاباضي هو السائد، وكانت هناك مشاكل كثيره ولا زالت، واحقاد رهيبه بين نصف المجتمع العماني والنصف الاخر، لان نصف المجتمع العماني تقريبا سنه والنصف الاخر اباضيه. توصل الاباضيين توصل الاباضيين الى السلطه عن طريق زوجة السلطان قابوس التي كانت إباضية، وتغير هو المذهب الإباضي وأجبر المؤسسات الدولة على التغير معه، وكان هذا أيضا كله يحدث في تكتم شديد. وهذا يعني هناك في هذا البلد صراع مكتوم لا يحس به إلا العمانيين. لا، موجود هذا الصراع، وموجود حتى في غردايا في الجزائر، المجتمع ما يسمى الإباضي في غردايا نفس الشيء. ولكن هوني المشكلة من فين؟ هل من الإباضية؟ المشكلة من الفكر الآخر السني المتعصب الذي يرفض قبول الآخر، بينما الأباضي كشخص يقبل الناس الكل. في عمان معناتها نجاح التجربة العمانية أن الأباضيين هم سيطروا على الدولة، جعل المجتمع العماني أكثر يعني انسجام وأكثر تفتح على الآخرين، وهذا يعتبر إصلاح للإسلام بالنسبة لي. طيب خلينا نشوف أحمد سامي ونرجع الآليات، وسأرجع لك كريم العبيد، الآليات اللي عاوز تستخدمها لوصول إلى ما تبغي له، التعايش وتحرير مصر وتحرير الشرق الأوسط البلاد الإسلامية من وصاية الأزهر والنجف وقم والمدينة أو مكة، ما هي الآليات اللي تستخدمها أو تقترحها؟ نأخذها من جانب إقليمي من مصر أولاً. ما للأسف ما عندناش حل غير التدريج مع خطة طويلة الأمد من تحت ومن فوق. من تحت في السماح للناس وعدم الملاحقة. في ناس كتير على فكرة بيطلعوا يتكلموا، زي مثلا أحمد حرقان بيزدري الدين أنا الليلي وأطراف النهار، واخد بالك؟ ناس كتير برضو زي واخد بالك، بس مش يعني إيه، مش كل أي واحد يزدري الدين بيسجنوه، في حد معين بعينه لما الازهر كده بيقول لا اخو هاد ده لازم يجاب مثلا بتاع ويعمل قلق يوم متاخد. في مصالح شخصيه وفي دوله عميقه هي اللي بتحدد مين ينفع يتكلم مين ما ينفعش يتكلم، مين اسمح له انه يتكلم مين ما اسمحلوش ان هو يتكلم. المفروض ان ده ينتهي. حاجه ثانيه، ارفع سلطه الازهر عن الشموليه الدينيه اللي موجوده في مصر، اعمل فيه لا مركزيه في التوجهات الدينيه، اسمح بـ 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 بوجود مساجد اخرى في مصر. ليه القرانيين هربانين بره مصر؟ ليه حسن شحاته يتسحل السحله دي؟ انا ما بحبش حسن شحاته الله يرحمه، واخد بالك، ولا بطيء ولا فكره، حضرت له مرتين، كان الجامع بتاعه كان عندنا في الجامعه قريب من الجامعه عندنا، واخد بالك، حاجه في منتهى التفاهه يعني، ايه الله يرحمه يعني، تمام، بس ليه يتسحل ويتسجن ويموت بالمنظر ده؟ ليه يتسحب المنظر ده والاهالي الاهالي كلهم يتلموا عليه ويسحلوه؟ مفيش ولا واحد يتحاسب بالمنظر ده. فيعني واحده واحده تحول مصر الى الدوله المدنيه، الموضوع يعني ترانسفورميشن هياخد وقت، والتحول هيبقى مؤلم، والتحول لازم يبقى من فوق ومن تحت. لو كل واحد قدر يقنع اتنين ان في رؤى اخرى للاسلام، مش عايز اقول لك ان يقنع ان الاسلام غلط، ان في رؤى اخرى للاسلام، كل واحد اقنع اتنين بس بحاجه زي كده، في خلال خمس سنين، من 5 ل10 سنين، هتلاقي في مساجد شيعيه في مصر، وفي مساجد للقرانيين في مصر، وتوجهات صوفيه وقنوات صوفيه فتحت في مصر، وليل نهار بيتكلموا. الزياده اللي قالوا كريم بغض النظر عن موضوع الاباضيه والكلام ده، شفت كم واحد صوفي راح فجر نفسه؟ طب شفت كم واحد شيعي موجود في داعش مثلا او عمل جماعه زي داعش وراح يفجر نفسه عشان يحرر الاقصى عن طريق القاهره وعن طريق الرياض مثلا؟ شفت كم واحد مثلا قراني راح فجر نفسه في حد؟ بس عفوا على الشيعة مشغلين بالتصفيات الداخليه على مستوى العراق الكلمه، يعني حتى يسيدوا على العراق تماما، هم مشغولين في الداخل. الشيعة إرهاب وهم منظم، الشيعة إرهاب وهم منظم ضمن جيوش رسمية. صحيح. ياك أحمد، الآليات كمان. طب باي ذا واي، وأنت تتكلم صراحة يعني بذرت لي فكرة، هل هناك إمكانية بأنه أحمد سامي يقوم بحركة إصلاحية لإنقاذ مصر مثلاً؟
لا طبعا انا مش عايز اقول لو مش لانقاذ او اتجاه تاخذ اتجاه اخر. هل في شباب زيك ممكن يتوجهوا هذا الاتجاه؟ طبعا انا بنادي اصلا باللامركزية، انا ما ينفعش اكون واحد من المناديين بالتحزب والتطيف وان اعمل حركة وانا القائد بالعكس اصلا مش تحزب. وصراحة انا مش عارف حرية، ما فيش حرية احزاب طبعا مع الاسلام، بس يعني حركة سميها ما تشاء، بس هل بالامكان مثل احمد سامي بجانب احمد حرقان، احمد حرقان مثل جانب لا ديني و... احمد سامي 100%، وكل من هو بفكر احمد سامي، انا كملحد انضم الى احمد سامي وهو بالنسبه لي اخويا ومعاه 100% في الفكره. وانا معك جايك يا كريم. طبعا السؤال ضد وبالعكس يعاد لك. كمل كلامكم بعد انا باش نقول الكلمه بتاعي حول الخطوات اللي يجب اتباعها. أنا من بس عاوز أشوف من مؤمن، لأنه صراحة يعني أفكار أحمد رائعة، بس لما تجيها على الواقع يعني على الأرض يعني قليل جدا نادر. في كل المنابر المتاحة عندي، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على يوتيوب، أي واحد عنده فكر مخالف أنا بحاول إن أنا أستضيفه وأتكلم معاه، مش أناظره، أتكلم معاه أقول عليه أنا استضفت أحمد واستضفت كريم واستضفت واحد من المعتزلة واستضفت واحد قرآني وطبعا ملحدين كتير استضفتهم، واخد بالك؟ ومن غير ما اوجهه، بالعكس انا كنت بحييه بقول له انا يعني انا بحترم توجهك وانت انسان محترم ورائع، لانه كل ما هنالك انه كان عنده فكره مخالفه للفكره بتاعتي ولم يكن عنده خطاب عدائي ولا اي حاجه. لو اي حد متاثر بيا او اي حد شايف ان انا عندي وجهه نظر، لما هيشوف حاجه زي كده ده هيبقى نوع من انواع الضغط. لما واحد تاني زي يعمل حاجه زي كده ده شكل تاني من الضغط. هي بتاعه بازل كبيره بتتركب واحده واحده وبتاخد وقت علشان تتركب، ان فلان وفلان 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 عمالين بيستضيفوا ومش عارف ايه واصحابهم ملحدين وبيعلقوا عندهم ومش زعلانين منهم، بالرغم ان احمد ده المفروض ان هو بيناظر ملحدين وبيعرض الفكر الالحادي، لكن هو ضد الالحاد بس مش ضد الملحدين بعينهم كافراد، واخد بالك؟ لو ده انتشر اللامركزيه دي هي اللي تعمل التغيير مش المركزيه، لان المركزيه معناها ان انت انا في فكر مستقطب قطبي قصاد فكر قطبي تاني. انا مش عايز كده، انا عايز اغير من تحت، عايز اخلي التغيير يجي من تحت، مش عايز اجبر حد على احمد. والسؤال يعيد نفسه هنا، ماذا عن النصوص؟ ونفس السؤال سيذهب لكريم، ماذا عن النصوص؟ انا معاك، افهم النصوص براحتك. واحد ارى لبعض الافكار اللي هي وسطيه طرفيه، ارى افكار من القرانيين، ارى افكار من المعتزله واقتنع بيها فاين اند فير، ما اقتنعش بيها وشاف ان الاسلام كله غلط وعايز يخرج منه، براحتك برضو مفيش مشاكل. انا قصدي ايات العنف، آيات القتال، آيات ليها 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 تفسيرات ملهاش علاقة باللي بيحصل دلوقتي. أنا شخصيا عندي حلقة أعملها في مناظرة مع واحد عليها، في ليه فيها اسمع تفسير القرآنين بيقولوا إيه، ليه القرآنين ما بيفجروش نفسهم بالرغم إن التفسير الحاجات دي موجودة، لما هي واحد زائد واحد يساوي اتنين قوي كده، أو يعني لما الموضوع يعني إيه قاعدة خلاص ما فيش فيها أي اتنين تلاتة، أما ليه لسه في ناس قرآنيين؟ ليه لسه في ناس معتزلة؟ ليه لسه في ناس متصوفين؟ ليه يا عم؟ افهمها بطريقتك، افهم ان هي كان ليها وقتها وخلصت، افهم ان دي كانت ظرفيه، افهم ان هي بقت منسوخه ودلوقتي مش لازم تتطبق عندنا، افهم اللي انت عايز تفهمه. قول يا سيدي لا هو ده القران وربنا عايزنا ان احنا نبقى وحشين ومفيش حاجه اسمها ربنا ومفيش حاجه اسلام واخرج بره الاسلام خالص، برضه ما عنديش مشكله. انا عايز احارب اللي بيجبرني على فكر معين، انا عايز احارب اللي بيمنعني ان انا اقول رايي، انا مش عايز احارب فكره ثانيه تكون زي ما تكون مش فارق معايا، بس ده رايي يعني. نفس السؤال لك وبالإضافة إلى النصوص. باهي خليني معناتها نقول رأيي، خاطر معناتها الحلقة يمكن طالت كثير، فأنت باش نختموا يعني الموضوع. أول حاجة باش نكونوا واقعيين، لو نظرنا للمجتمعات بتاعنا، الأشخاص اللي تكلم عليهم الأخ حرقان يخرجوا يطالبوا بإعدام فلان وإعدام فلان لا يمثلون 10% من المجتمع المسلم، باش نكونوا واضحين. يعني حتى ولو يخرجوا 10,000 أو 20,000 هم لا شيء. لا أتصور إن أمك وأمي وأختي وأختك وفلان 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 باش يخرجوا. لو نشوفوا اللي هما يطالبوا يرفضوا معناتها شحرور أو يرفضوا البحيري يمثلون نسبة كبيرة في المجتمعات نتاعنا، لأن درجة الوعي عند الإنسان معناتها تجاوزت النصوص القرآنية المتعصبة. النسبة لو طلعت للسماء ما تفوتش 20%. إذن احنا عندنا 80% من المجتمع نجم نقول لك
انه مضمون انه ميتجهش هذا الاتجاه. هذه نقطة. النقطة الثانية، انا لماذا اعادي فكرة احمد سامي؟ لو احمد سامي يكون مثل باش يعقل عشرات الالاف من المسلمين احمد سامي واللي مثل احمد سامي، انا نحط يدي في يد احمد سامي والبحيري وكل انسان حتى في تونس اللي معناتها موجودين معناتها يدعون الى اسلام متفتح والى اسلام، نحط يدي في يدهم على خاطر العدو نتاعنا شكون؟ العدو نتاعنا هو المتعصب، العدو نتاعنا اللي يبث الفكر المتخلف. هذه نقطة. إذن هذه معناتها مسألة مهمة جدا، كان أنا وأحمد سامي وحرقان وغيرهم ونكونوا مثل للناس اللي يتبعوا فينا الكل، نقول لهم راهو الملحد وغير الملحد والمسلم وغير المسلم، الهدف نتاعنا هو التعايش ولازم الدولة نفسها تمشي في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للآيات اللي ذكرتهم، الآيات عندهم 20,000 مخرج كما قال الأخ أحمد، يعني أحمد سامي، يمكن أن نحصرهم في الإطار التاريخي متاعهم، يمكن أن نحصرهم بطريقة أخرى، إنهم هذوك ما لا يمكن تنفيذهم إلا تحت قيادة رسول كما يفعل بعض المذاهب أو ما يسمى بالمعصوم، وإنها أحداث تاريخية ويمكن أن نعطيهم تأويل. المهم إن هذيك الآيات كثير من المسلمين يسمع هذيك الآيات ويقرأ في هذيك الآيات ولا يفكر أصلاً باش يفجر نفسه، كما نشوفوا عند الصوفيين، كما نشوفوا عند الأباضيين. لازم احنا ك يعني تنويريين في شمال افريقيا او الشرق الاوسط ندعو الى التعايش، التعايش مع المسلم مهما كان المذهب نتاعو، سواء كان أباضي، سواء كان قرآني، سواء كان بهائي، سواء كان احمدي، سواء كان صوفي، مهما كان. هذا هو التوجه اللي لازمنا نتجهوا ليه، لان لو نبثوا احنا البغض والكره ضد الاخر ونقول كل المسلمين لازم يخرجوا من الاسلام وان الاسلام لا يصلح، احنا باش نجيو مع داعش في الفكر نتاعها المتعصب. هذه وجهه نظري. شكرا كريم. حرقان، استمعنا لافكار رائعه من تاركي الاسلام ومؤمنين بالاسلام لحد الان، ويعني الافكار ممزقه هنا وهناك، ما رايك الان في كلمه؟ لا يعني خليني اكون صريح معي، ليست افكار رائعه بصراحه، انا متفق بختلف جذريا مع محمد كريم العبيدي، وبختلف ايضا مع احمد سامي، وانا بختلف بشده مع محمد كريم العبيدي في نقطه النسبه التي ذكرها ان 10% فقط هم الذين سوف يدون باعدام المده، ولذلك انا عايش في مجتمع مسلم وعارف كويس جدا ان النسبه دي مش مظبوطه، وان وهذه الامهات التي تتحدث عنها لو كانت هناك ام يعني لشخص ترك الدين فانها تعيش صراعا رهيبا بين فكره الحد الرد الذي تؤمن به ويؤمن به معظم المسلمين 90% من المسلمين او اكثر، وبين عاطفه الامومه وما الى ذلك، الذين تظاهروا لإعدام محمد في موريتانيا شريحة صغيرة من المجتمع، لكن المجتمع كله كان بأغلبيته مع الإعدام، لذلك الحكومة لتهدئ المجتمع يعني أعطته حكم الإعدام بصراحة، وخفف الحكم إلى سنتين، وأحكام الإعدام لا تخفف إلى سنتين إلا إذا كان هناك نوع من التسييس في 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 القضيه. اعتقد احمد سامي يتفق معي هنا، يفهم هذه الامور. نقطه اخرى وهي اننا مقارنه مذهب يعني مقارنتنا بالدواعش، هذه يعني سقطه اخلاقيه من محمد كريم العبيدي. نحن هنا ضد الفكر الإجرامي الموجود في الأديان، وهذا لا يعني يلحقنا بالدواعش بأي حال من الأحوال، إنما نحن نفترض ونصور ونعترض ونصور على هذا الدين ونصور بحق لدينا مشكلة أيضا مع الإسلام والإتجار بالأطفال، ولدينا مشكلة مع جماعات عصابات المخدرات، وهذه كلها بالنسبة لي سواء. طيب، جزيل الشكر أصدقاء الثلاثة، رائعين دائما. ظاهر كريم وأحمد سامي وأحمد حرقان ظاهر في عندنا لقاء آخر لأنه غطينا. لا مش مشكلة راهو احنا نناقش، وأنا شخصيا سال يعني ماذا بي أن الأشخاص اللي يتبعوا فينا نبعدوهم على البغض والكره. Exactly. يعني لازمنا نفهموهم اللي مش لازم الاخر يخرج من الاسلام، المهم انه يقبلني،
كي احمد حرقاء يعني عندما نقول مثلا يعني الفكر المتعصب لازمنا نتركه. هناك في هولندا هوني يعني هما اول وحود في محاربه المياه، معناتها باش نفسر لك الفكره يعني بمختصر، في الاول كانوا يصنعون سدود ويمنعون الماء انه يدخل للمدينه، فاكتشفوا ان عندما يصنعوا سدود الماء يولي معناتها هايج كثير ويكسر السدود. اش جاوا عملوا؟ معناتها الطريقه الوحيده للقضاء على البحر، احنا نعيش تحت مستوى البحر، انهم جاوا عملوا فجوات في السدود يسمحون للماء ان يكون له عده اتجاهات لكي يمر في المدينه دون ان يغرق المدينه. اذا انا عندما نقول انا ضد الاسلاح، هنا انت تجبر المسلم انه يا اما يلحق يا اما يولي داعشي. بينما كي نقولوا احنا للمسلم راهو عندك عده خيارات، عندك الصوفيه، عندك البهائيه، عندك العلويه، عندك 20,000 مذهب، هوني نكسروا الاسلام، يعني الاسلام يتكسر ويصبح عده مذاهب معترف بها رسميا ويولي اقل خطر باش يدمرنا احنا كملحدين. انا بهذا الفكر نفكر، والنجم نتعايش مع المسلم كما نتعايش مع اي انسان اخر. اذا انا وتنقول دواعش مش يعني نعرف ان الملحد مهما كان لا يلجا للعنف، وانما اتكلم لازمنا نترك الفرصه للمسلم باش معناتها الشخص كما احمد سامي او غير احمد سامي لازمني نحط يدي في يده معاه، لان اللي هدد احمد سامي هو اللي هددني انا، هو الاسلام المتعصب، الفكر المتعصب اللي مهما كان هو اللي هددنا يهدد وجودنا. انا لا اجبر احد على شيء كريم، وايضا انا استطيع ان اضع يدي في يد احمد سامي بدون ان اتفق معه، استطيع ان اضع يدي في يده ويدي ونحن مختلفين وليس متفقين. طبعا هذا هو المطلوب، هذا المطلوب، يعني معناتها انا مثلا عندما اضع يدي في يد احمد سامي ونقول رانا ممكن نتعايشوا مع بعض، ملحد مسلم مهما كان المذهب نتاعه، احمد سامي هو خويا لانه ما يشكلش خطر عليا. عندما المواطن العادي لازمك تشوف يا اخ حرقان، راهو ما تغزرش روحك انت، وانت اكيد تعرف هذه المساله، تعرف متاكد انت في المياه وانت كنت يعني في الاسلام، وتعرف معناتها الناس العاديين كيفاش ينظروا لك وقت كنت مسلم. انا كنت امام، فهمت، ونشوف يعني كيفاش التقديس اللي عند المسلمين يعني لي انا لاني اعرف الدين. وانت الان ملحد، وكثير من الملحدين والشباب الصغار اللي عمرهم 14 سنه و16 سنه يتبعوا فيك، عندما يشوفوك انت تقول الاسلام لا يصلح اصلا والاسلام لازم يدمر وان معناتها يتكسر كليا، اذا هذوما الاشخاص سوف ينمو في قلوبهم الحقد ضد كل ما هو مسلم. هذا هو اللي نخاف منه انا، يعني مثل تاثير الامام على الانصار نتاعو، مثل تاثير الملحد على من يعتبر مثلا انت رمز نتاع ملحدين كثير يتبعوا فيك. اذا من معناتها الواجب ان تكون اكثر مرونه، يعني هذه معناتها راي وانت طبعا حر، انا نقولها لك يعني رايي معناتها شخصيا، انا شخصيا اميل الى راي احمد سامي، وانت ما عندي معك حتى مشكل، انت ملحد مثلي مثله، احنا زوز ملحدين، فهمت، ولكن اختلف معك في نقطه، انه انا بالنسبه لي تشجيع احمد سامي ونقول للاسلام يصلح هو الذي سوف يفتح الابواب لكي المجتمعات نتاعنا تتطور. وشكرا. وشكرا لكم جميعا، وهذه بوادر حلقه يمكن قادمه او على الاقل مره في الشهر ومرتين في الشهر كل اسبوعين، احمد سامي، كريم العبيدي، حرقان، ويمكن بامكاننا نستضيف شخص اخر من فكر اخر، وعنات. فجزيل الشكر لكل أصدقاء المحترمين، شكرا أحمد، أحمدين وكريم، شكرا لكل المتابعين، أما أنتم الذين لم تضعوا لايك ولم تشتركوا في القناة ولا حتى حوري لكم، يعني جهنم وبئس المصير على طريقة أحمد حرقان. جزيل الشكر لكل المتابعين، والذي لا يشترك في قناة جسور سيذهب إلى أين سيذهب يا أحمد حرقان؟ سقر والعزب جلد. Alright. أتمنى لكم أمسية سعيدة ويوم سعيد وليلة سعيدة. تحياتي للجميع، شكرا لكم. السلام. مع السلامة.